عليكم جميعا. سيادة الوزير كان عنده خطيب بسبب حضور طبعا شرفنا في مؤسسة قلنا الاصحاب والإعلام وموقعين يلا كورة مصراوي ان احنا نرى اعلاميا المؤتمر طبعا المعرض الكبير، واحنا فخورين جدا بتواجدنا في هذا الزخم الرياضي اللي احنا ان شاء الله نامل ان هو يبقى بقورة اعمال كتيرة ومؤتمرات جاية كتيرة تبقى موجود فيها يلا كورة مصراوي، وان شاء الله باذن الله يبقى لنا دور الاعلام اللي احنا عملناه بقالنا في السوق المصري اكتر من 15 سنة من خلال المصراوي، 13 سنة من خلال موقع يلا كورة الموقع الرياضي الاول في مصر، واحنا سعداء جدا بالتواجد ونتمنى ان شاء الله التوفيق يكون في المؤتمر. شكرا جزيلا.